أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. ولد توفيق شرف الدين بمدينة منزل مهيري من ولاية القيرواني، وهو محامي لدى التعقيب منذ سنة 2008 وعضو بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة، مكلف بالنشاط العلمي والملتقيات العلمية منذ سنة 2013. تحصل على الماجستير المهني في العقود والخدمات القانونية بسوسة من كلية الحقوق بسوسة سنة 2011، وذلك بعد نيله شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في المناظرة الوطنية لسنة 1995 مع الحصول على المرتبة الأولى، والأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق بسوسة سنة 1994. يذكر أنه شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.